السلام عليكم. الجزائر مازال ما بغاش تحشم، مازال كتذكر المغرب اكثر ما كتذكر الله، ما عندهمش شي ملف اخر من غير ملف المملكه المغربيه. اليوم في مجلس حقوق الانسان الناس خدامه على راسها، تناضوا همايا المغرب المغرب، وكيحاولوا يشوهوا الصوره ديال المملكه المغربيه. فنسمعوا الطلبات اللي اقترحوها اليوم وشنو باغين، وباش تزيدوا تفهموا اكثر هاد الناس قد ما ورقتي لهم على راسهم قد ما غادي تكون مزيان، لانهم ما كيحشموش. في أشغالها دورة 56 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قالت الجزائر إنها منفتحة على التعاون في مجال حقوق الإنسان، وأعربت عن قلقها العميق إزاء ما وصفتها بالانتهاكات المستمرة لحقوق الفلسطينيين، وحثت على صعيد آخر المفوضة السامي على رصد وتوثيق ما وصفتها بالانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى المنطقة. معي في هذا السياق مشاهدينا الكرام من جنيف السيد هيثم أبو سعيد، رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة. أهلا بك ومرحبا، شكرا جزيلا لك على تلبية دعوتنا. لماذا تحديدا هذه اللجنة؟ لماذا المطالبة بإرسال هذه البعثة لتقصي الحقائق في الصحراء الغربية؟ نعم، لأن هذه البعثة هي يعني لديها صلاحيات مطلقة من أجل تحديد كل الانتهاكات الحاصلة من أي جهة كانت، وهذه اللجان التحقيق التي ترسلها الأمم المتحدة وتحديدا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تكون يعني موضع ثقة، ويكون الكوادر لديها هم أصحاب اختصاص ومشهود لهم بنزاهاتهم وحياديتهم، وهم لا يتعاطون السياسة سواء كانت الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، وبالتالي ما يرونه من خلال القوانين الدولية، القوانين المعتمدة داخل مجلس حقوق الإنسان وكل القوانين الدولية التي راعت الحقوق سواء كان البروتوكولات أو المعاهدات الدولية أو غيرها، هم يمضون بهذا الاتجاه وهم يتقيدون بكل هذه البنود، وبالتالي يكون تقريرهم مكان ثقة. نعم. هل صدر أي رد فعل مثلا من المغرب الذي يرأس المجلس؟ لا، لم يكن هناك أي رد فعل سلبي، لأنه بنهاية المطاف هناك انفتاح من قبل الجزائر، هناك التزام كلي من قبل الجزائر، والتحكيم يبقى لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وللجنة تقصي الحقائق التي ستدخل الصحراء وستنقص بعض الوقت من أجل إعداد التقارير اللازمة والوقوف على كل القضايا على الأرض، وبالتالي سترفع تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للوقوف على ما جاء من خلال لجنة تقصي الحقائق. الجزائر تقول أنها منفتحة على التعاون في مجال حقوق الإنسان، في بيانها ما الذي يعنيه ذلك عمليا؟ يعني أن كل ما سيأتي من قبل لجنة تقصي الحقائق هم سيلتزمون بها، لأنهم هم حتى بعيد عن لجنة تقصي الحقائق في الصحراء الغربية بشكل عام. الجزائر تقول أنها منفتحة على المجلس، على آلياته، على عمل المفوض السامي. نعم، هذا ما أشار إليه. لا شك أن شخصية المفوض السامي السيد فولجر تيرك هي مكان ثقة لدى مجمل الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وبالتالي هو الضمانة إذا أردت الأساسية من خلال شخصيته ومقارباته وحياديته، ورأينا ذلك جليا في أحداث غزة وكيف قارب المواضيع ولم يكن على أي طرف من الأطراف. وبالتالي أعتقد أن الجزائر بانفتاحها على هذه الآليات التي هي معتمدة أساسا داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ونحن كمجلس دولي لحقوق الإنسان المعتمد في الأمم المتحدة وكل اللجان الدولية المعتمدة والبعثات المعتمدة نعمل من خلال هذه الآليات، ولا شيء لنا غير هذه الآليات. أسمعتي ولا الجزائر مريضة بالمغرب، وبقات لك باغا دير لجنة وتجي للصحراء المغربية وتشوف الأوضاع كيفاش دايرة والناس في عيشة، ولا اللي يحوجك الكرغولين تسناو تها تجي اللجنه وتوريك. حنا نوريوك اصاحبي اش قاصا كنديرو هنا، حنا نوريوك اسيدي المغاربه ديالنا كيفاش عايشين في الصحراء المغربيه وكيفاش دوزوا العيد ديالهم وكيفاش مبرعين ومفطحين وعايشين الحياه الكرغولين. حنا نتسناو تجي اللجنه، ها تفرج مع راسك. الاجواء هون في الصحراء تبدا عندنا كيف تقول عقب صلاه العيد، الرجل كامل الحمد لله يتقانا في الديار، وعقب الذبيحة وهذا الشيء تبدأ مراسم ديال هذه صلة الرحم وشي زور شي غير خالقة مسألة طلعت مالي. في الأول كان الرجلي يتقانا في العشية وقيس الصحراء والبادية، درك عاد هذا المسألة ديال التطور عقب هذا الشيء، الساحات اللي خلقوا في مدينة العيون والأجواء اللي عاد في مدينة العيون عادوا بتنفسات الناس كاملة الحمد لله، الأغلبية الشباب والشي تخطر على هذه الساحة لأنها متنفس وتلقى فيها ياسر من رجلي وتقانا فيها مالي الرجلي كامل الحمد لله.
كل اللي تعرفوا أجواء العيد عندنا هون في العيون تبدأ عقب صلاة العيد، نصروا الرحم ونعاون أهلنا في العيد، نعاون أهلنا وفي العشية نزوروا نقيسوا الساحات احنا الشباب، وكل اللي شفتوا الساحات هنا يلعبوا فيها تركة الصغار، وأجواء عندنا هون زوينة. أنا جيت من مدينة مراكش، جيت لمدينة العيون عند صديقة ديالي، دوزت معها العيد، عجبتني العيون رائعة، المنتزهات روعة، الجو رائع، الناس ديالها طيبين، المهم كل شيء زوين الحمد لله. كيف راكم كتشوفوا احنا دابا في الساحة وكنتيو، الأمن، الأمان، الإضاءة، كل شيء زوين والحمد لله. نسلم على جميع الناس كاملين، الموريتانيين والمغاربة كاملين عموما، نبلغ لهم السلام ونقول لهم مبروك عيدهم إن شاء الله علينا وعلى المؤمنين والمسلمين، وراني نسلم على أهالينا في موريتانيا كاملين. إحنا هما في العيون الحمد لله أجواء زينة، أو الصبح وصلوا ونمشوا ونوصلوا رحم الناس كامل الحمد لله، والناس بخير، ورأينا جينا للساحة نلعبوا التركة الحمد لله والخير زين، وراني مسلم على أهلي وموريتانيا ومسلم على جميع المغاربة. Vengo de España y he pasado la fiesta del Cordero, es muy bonita, familiar, sobre todo, poco más, yo estamos a gusto. نقشي عويناش كنزيدو كل بارك. يا العيون الناس فرحانة في البلاد ديالها، معيدين فرحانين، وبما انك شفتي المغاربه كيفاش عايشين في الصحراء المغربيه ما فيها باس نوريوك بعض المشاهد ديال الشعب الجزائري كيفاش دوز العيد، ما فيها باس نشوفوا المغاربه كيفاش عايشين، نشوفوا الجزائريين كيفاش دوزوا العيد ديالهم. هاك اخويا تمتع برا عويناتك. انا حاسين روحنا بلي ما راناش من هذه البلاد، شغلنا في كوكب اخر. 16 عام مقسم لك بربي وهاد عواشين، 16 عام مازال ما شلاليش الهاشمي قروك، وين غير بالدجاج، ها دجاجة في الفريجيدير. مربي ولدي تامايا انا والله غالب ما عنديش ولدي، راه نوريك وراني ولدي وتشوف. لا غالب ما كانش، لا غالب قسما بالله العلي العظيم، واليوم الوقفه ما كان. انا ولادي عندي زوج ما خدامه ما والو، ما كانش اللي يجيب لي حتى تيبانات الخبز، خضره نخدم خضره ما نخدمش. عندي شير وشيره، ادم ارواح نور ارواحي، ها ولا هذا ولدي لا نفقه له حتى بهم وما ينفقش عليهم، عندي شير وشيره. الله كي شافوكم جاو يجلو قالوا لي ماما خف في روحي الشيطان كفش، ما انا مانيش خدامه درك لا خدمه. هذا رساله محسن، هذا محسن هذا الله. انا شنو نقول لك، روح ان شاء الله كيما فرح كاع الدراري الله يفرحك، هذا اللي نقوله لك، كيما فرحت هاد الدراري ربي يفرحك، هذا ماك. وحنا انت اللي راك تسمع فينا يا المولاي المخزن، هو مسال عنده ذوك عام وانا نطايش، عندي ثاني ولاد، لا الحجره هذه لا لا يا غيري ربي ما كانش والله، يا اخي كاين الرب. حضرونا يا خويا حضرونا، كون شو الاجر عايشين كون تقول طلع بلا حق متاخر منها احنا نمشي مذلولين، ربي يهدينا ان شاء الله، حسبي الله ولا كيفهم. السلام عليكم. في هذه الاثناء يتم منع والي ولايتيارت من الخروج من دائره الرحويه حتى يلتقي مع الشعب، بعد ما التقى مع مجموعه من الشباب فقط يطالبون منه الخروج الى الشعب، لانه من غير ممكن تكلم مجموعه من الشباب هما اللي يمثلوا الشعب كامل. اثبت لهم السيد مازال ما فتحش خويا، باش تعرف باللي الجزائر نصها ما عيدتش. هادي كتبوا نشوف شوف تبوا 2024، لا انترنت لا ما لا ضو لا غاز لا طركان لا شكوبي لا والو، ويجي كومونتي واحد الناس واو نتوما وما عملنا وما تبغوش بلادكم وما الناس هادي بغي بلاد، وين راهي البلاد اللي راك تشوف فيها انت؟ ما كاش مابا اساسيات الحياه، تشاد ورا عندهم الصوات، تروح الامازون غابه امازون غادي تلقى الضو وتلقى الماء وتلقى ما فهمتش انا يا عبد الله، غابه راهي خير منك. الميت وراه هاني الميت، وما راهي قالت لي قبره بينا وبين مولاه، انت راك تعذب في هذه الدنيا.
نوض تحوس على الماء، الانترنت مقطوعه، الغاز منا من 2024 مازال يقطعوا الانترنت على جال الباك. شوف كي يقطعوا بلاد، شوف شوف بلاد كي تتمشى سيمانه بلا انترنت، عرب اللي راهي في تخلف عظيم، والله عرب اللي راهي في تخلف عظيم. حوس على التطور والرقمنه والليكارت تقعدوا بالشك هذاك تاع السي سي بي، حياتكم حياتكم وانتم تكتبوا تكش 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 حياتكم. نيتك الريزو ما كانش منا، بعد يقول لك على الريزو ما كانش، ولا تنتو ما كانش تحوس على الريزو بلوك. يا ربوني يا لطيف، انا الله لا ندمش كي قلت لكم بلي قعدوا بلاد وخيلكم، والله لا خطيكم. وتي اللي عندها كاش عفسه باش يهرب يهرب، والله العظيم زير على قلبك عبس على روحك و... ما كدبش عليكم. 2020 كاع الصوالح ما كاينينش، باش راك تتوضا، باش راك تخسر، باش تدوش، باش يا رب الزين. ربي يقول لك وجعلنا من الماء كل شيء حي. انت ما كاش الماس، انت راك ميت، انت انت راك ميت. لا تنات قطعوا باك، تقول بصح تقول باك هذاك غادي نخدموا به نيوكليير، غادي يخرج لنا روبرت اوبنهايمر كيربحوا الباك في الجزائر. ما تفهمني. ومن بعد ما شفتي المغاربه كيفاش عايشين في الصحراء ديالهم، وشفتي الجزائريين في جميع الولايات كيفاش مكرفصين، وحنا سيدي كنوافقوا على هاد اللجنه. مرحبا بها، تجي للصحراء المغربيه تسجل تصور، تشوف وليدات المغرب كيفاش عايشين في صحراءهم المغربيه، ومن بعد ما تسالي تمشي للجزائر ثاني تصور الشعب الجزائري مسكين كيفاش مكرفص، لا ما لا ضو لا كونيكسيو ولا حياه كريمه، مع العلم ان هاد الشعب هذا كيعيش في اغنى دوله في افريقيا. واش كذبه واش بصح الله اللي كيعلم. ومن بعد ما تسالي من الشعب الجزائري تمشي عاوتاني عند مخيمات القطر والعجل في تندوف، تصورهم تشوف الاوضاع ديالهم كيفاش عايشين، واش حسن من المغاربه ولا لا. ياك نتوما باغي اللجنه تصور وتشوف الاوضاع كيفاش دايره، ايوا كيف ما تصور في الصحراء المغربيه تصور في الجزائر تصور في تندوف، شوف ليا دوك المخيمات القطر والعجل مساكن واش هما عندهم الكونيكسيو، عايشين عيشه كريمه، واكلين شاربين، ولا عسى دير عليهم تما مطرقن عليهم تما مخلينهم. اش قلت يا الكرهولي اللي غادي يشهر مجلس حقوق الانسان وجالس خدام لجنه ما لجنه؟ ايوا اللجنه عندها وزو على كلشي، كيما الشعب المغربي كيما الشعب الجزائري كيف ما مخيمات القطن والعجاج. ونخليو هاد اللجنه سيدي هي اللي تعطينا التقييم، وهي تقول لنا شكون هما الناس اللي عايشين بخير وعلى خير، ولا نتوما عندكم مع المغرب فيما درتو المغرب مخلي الناس كتموت لا ما لا ضو، الناس شهرين ثلاث شهور ما دوشاتش وغادي كتقلب على المغرب، لا حقوق الانسان لا كذا لا ديروا اللجنه. راه كنقول لكم لا لقيتو كيفاش عفطوا على هاد بوقنب هادو، ها عفطوا بجوج رجلين. هاد الناس راه ما كيحشموش اصاحبي، قعدوا ميلف واحد خدامين عليه مقابلنا احنا، ومقابلني مقابلني اجا نعريك امام الواقع. راه العيشه اللي عايشينها المغاربه في صحراءهم وراه انت ما كتحلمش بها، في الحلم تكون ناعس كتحلم ما تحلمش بها. وانا كنقول لكم دائما جوجل يوتيوب حتى واحد ما كيكذب، اطابي وشوف مع راسك، شوف الناس كيفاش عايشه في الاريحيه، كلشي موجود كلشي متوفر، ما كيديروا طوابير ما يشدوا صف ما يديروا حتى حاجه بخير وعلى خير. كتب صاحبي ما تخسر والو، دخل وشوف مع راسك، انقش عويناتك، يا كتكون جالس شاد الصف ما كاين ما يدار، الشمس خدا ما كطنطن فيك، ايوا دخل شوف الناس كيفاش ممتعه في صحراءها. الله الا قال لك نديروا لجنه الله يمسخكم. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف العاده ما تنساوش لايك، خلنا الراي ديالكم في التعليقات.